السلام عليكم، مرحبا بكم متابعي قناة الفلاحة والطبيعة. يوم جديد، نهار جديد، موضوع جديد بحول الله. الكبريت بالنسبة للأشجار، موعد الرش، شروط الرش، توقيت الرش، أهمية الكبريت وشروط نجاحه. يعني علاش نرشو هذا الكبريت بالنسبة للأشجار؟ أولا نعرف واش هو الكبريت، الأهمية تاعو، الشروط تاعو، وقتها نرشو هذا الكبريت للحصول على أفضل النتائج. بدون إطالة، إذا كنت أول مرة تصل إلى قناة الفلاحة والطبيعة، يمكنك الاشتراك في القناة لكي تصلك فيديوهاتنا بسرعة. أيضا يمكنك دعمنا بضغط زر الإعجاب وترك تعليق يحفزنا أو فيه تساؤل، وسنسعد بتوجيهكم إلى الفيديو إن كان موجود في القناة، لأن القناة فيها بزاف من الفيديوهات الخاصة بعلم الفلاحة والطبيعة، خاصة الأشجار المثمرة، منها صنف التفاحيات بكل أصنافه. إذن على السريع نبدأ. الكبريت الميكروني، الكبريت هذا هو عبارة عن مبيد وقائي، يعني نستعملوه للوقاية من الأمراض الفطرية، على رأسها البياض الدقيقي. البياض أصدقائي هو مرض، اسمحوا لي الإضاءة، البياض هو مرض يصيب أوراق الشجرة، يجعلها بيضاء، تبدو بيضاء وفي حالة سيئة، ما يعيق عملية النمو ونمو الثمار وتطور الشجرة. لذلك نلجأ إلى رش الكبريت مسبقا كوقاية من هذا المرض، قبل رش الدخول في البرنامج الموسم ورش مبيدات أخرى في حالة ظهوره. إذن قلنا هذا الكبريت هو مبيد فطري وقائي، هذا هو التعريف تاع الكبريت. فيما يخص فترة أو توقيت رشه، نقوم برش الكبريت في هذه الفترة بالضبط، يعني عند ظهور البراعم، هذه هما البراعم وأيضا الأزهار، يعني قبل تفتح الأزهار، عند بداية ظهور هذه البراعم. هكذا لاحظ أصدقائي، من هذه الفترة يمكنك البدء في رش الكبريت إلى غاية تفتح الأزهار. يعني إن فالأزهار تاعك يبدأوا يتفتحوا، تخرج بيضاء، البتالات البيضاء اللي هنا، ثم يعني لازم تحبس، لأنه هذا الكبريت خطير على الأزهار، ممكن يتسبب في خسارة الأزهار وسقوطها. أحسن فترة كما هو متفق عليه هي فترة الطربوش الأحمر. ما معنى الطربوش الأحمر؟ هذه شجرة جولدن مازالت مثلا، نروح لهنا، هاي عندنا شجرة رويال، رويال مبكرة بعض الشيء، يعني الإزهار تاعها مبكر مقارنة بباقي الأصناف. هاي لاحظوا هذا اللون الأحمر في قمة الأزهار، هذا ما نسميه في عالم الفلاحة فترة الطربوش الأحمر، هي فترة مثالية جدا لرش الكبريت الوقائي ضد الأمراض الفطرية. من شروط نجاح هذه العملية، قلنا الشرط الأول أن تكون هذه البراعم قد بزغت، يعني خرجت هذه البراعم إلى غاية بداية التفتح. عند تفتح الأزهار لا يمكنك رش الكبريت أبدا لأنه خطير. ثاني شرط يراعى عند رش الكبريت وهو الرش في الفترات الباردة، يعني تفادي درجات الحرارة المرتفعة خاصة فوق 20 درجة. عندما تتعدى درجة الحرارة 20 درجة لا أنصحك برش الكبريت، لأنه ممكن يؤذيك الأزهار تاعك وهذه البراعم. لذلك يفضل رشه في الصباح الباكر أو في المساء، يعني نحن في شهر أفريل، نورمالمون ما عندناش درجات حرارة كبيرة أو عالية، يعني نتحدث مثلا على شجرة التفاح هنا في الأوراس، باقي الأصناف قد ظهرت أوراقها ولا يجب الرش مثلا في هذه الفترة، الإيجاص، الخوخ إلى غير ذلك. الأزهار متفتحة فيمنع من عمبتا رش الكبريت. هذا تقريبا كان كل شيء في الموضوع أصدقائي. لا تنسوا أنه راح نشارك معكم فيديو كامل حول رش الكبريت، وراح نقرأ لكم النشرة تاع المبيد الوقائي، لأنه مازال ما قررتش باش نرش الكبريت،
لأنه ما زال شوي الحال، هذه فقط مجرد، باقي الأشجار لاحظوا مازال ما تفتحتش التفتح الكلي، يعني مازال هذه الأشجار اللي تشوفوهم هكذا في مرحلة الطربوش الأحمر، هذه من صنف الرويال، يعني صنف الرويال هو مبكر نوعا ما مقارنة بصنف مثلا الجولدن ديليشيوس. لاحظوا لهنا حتى البراعم مازال ما ظهرتش، وين الأزهار وين؟ نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، نتمنى لكم يوم طيب ومبارك، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.